تتخذ من قاعدة الجفرة مقر لها، وهل الرئاسي يريد تحويل الجفرة الموقع الاستراتيجي الهام مقر للميليشيات المتطرفة المتواجدة هناك؟ إذن أستقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. بإمكانكم أيضا التواصل معي على رقم الفايبر كرسائل نصية. ونقاشنا اليوم في عدة نقاط حول الهلال النفطي وتداعياته، نتائج هذا الهجوم الميليشياوي الذي كبد بهزائم فادحة، هزائم كبيرة وخسائر فادحة، وأيضا انتصار القوات المسلحة هناك. والبداية من المرج استقبل خالد. خالد أهلا بك. خالد من المرج أهلا بك. طيب فرج من بنغازي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. إذن هجوم ميليشياوي من بقايا الميليشيات وخسائر كبيرة لحقت بهم وانتصار قوات الجيش. الآن الموقف في الجفرة خروج أهلها بالرفض، من وجهة نظرك هل سيتطور المشهد أكثر في منطقة الجفرة عسكريا وشعبيا وسياسيا أيضا؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك. ثانيا نبارك انتصارات الجيش الليبي بما حققه أمس في قاعدة براك الشاطئ الجوية. ونقول أي أحد يعني بيجي يعني في منطقة الهلال النفطي هذا جاني اللي روحه هذا انتحار هذا بدون سبب، يعني بيجي في مساحة يعني مساحة شاسعة، مساحة أمام الطيران الليبي. يعني بيجي مرة ثانية مش مسألة مطاردة بس، تقعد حتقعد مسألة ان يجون في عقل دارهم غادي، يعني مش ديما هم هاجمين ان شاء الله نحن نهجم ونحرهم ونجوا لجفرة ان شاء الله بإذن الله الأيام الجاية. طيب عقر دارهم، وهذه خرج بها حتى المتحدث الرسمي المسماري، هل تعتقد بأن المعركة القادمة ستكون على في الجفرة نفسها، خصوصا بأن الجيش قام بضربات جوية والآن هناك غطاء اجتماعي رافض لتواجد تلك الميليشيات هناك، هل الآن تعتقد بأن الجيش سيقترب إلى الجفرة؟ سيحررها؟ سيسيطر عليها؟ عقل دارهم ليس جفرة يا أخي الفاضل. عقل دارهم هذه ستكون مصراتة بإذن الله. هم جاءوا من الجفرة. الداعم الرئيسي لإرهاب بنغازي طيب. وسرايا المفتي المعزول. هم مصراتة، الجفرة هذه لا تشكل شيئا، غدا أو بعد غد سيدخل الجيش طيب ولكن هم موجودين في الجفرة. شكرا فرج، وانتقل إلى عبد السلام من مرادة. عبد السلام، تطور كبير الآن تشهده منطقة الجفرة، أهل جفرة الكرماء خرجوا ببيان واضح، هل تعتقد بأن الآن سنشهد تطور في منطقة الجفرة خصوصا بعد ضربات الجيش يوم أمس وبعد هزيمة كبيرة تلقتها الميليشيات؟ السلام عليكم أخوي أحمد. عليكم السلام. أول شيء نبارك الجيش بدخوله لبراك الشاطئ، ونبارك الجيش لصد الهجوم الغاشم من قبل ميليشيات المفتي المعزول والسرايا والجبران والشركسي وجميع جميع من 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 هو خارج عن قانون او من دواعش. نعم. ان اهل الجفره الحمد لله انهم تحركوا توا. المفروض اهل الجفره اللي هم اكثر من 8 شهور قاعدين في معسكر 20 كيلو متر ب 20 كيلو متر يا اخوي احمد، وقاعدين حذاهم يخشوا ويطلعوا، تو بيطلعوا لي باهي بارك الله فيهم، باهي اللي حسوا انه في جيش. اهل الجفره باهي اللي حسوا انه في جيش. يمكن عندهم اسباب توا، هي توا الموضوع اللي بيصير توا في الجفره كيف ما قلت انت اخوي احمد، سياسيا اجتماعيا هذه راح يصير منها توا. اجتماعيا شفنا اليوم اهو على شاشتك توا، شفنا ان شيوخ وقبائل مدينه الجفره تحركوا لدعم الجيش الليبي. نعم. ونتمنى من الجيش الليبي ان ما يقبلش يستنى في العدو يتلقى منه ضربات، المفروض يخش عليه جوا، لان كان ما خشش عليه جوا في المعسكر يا اخوي احمد راح يجيه مره ثانيه وثالثه ورابعه وعاشره. هذه النقطه الاولى. نعم. والنقطه الثانيه ان 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 البنيان المرصوص يكمل الحربه من سرت يا اخوي احمد عند طريقين توا، طريق لتامين طرابلس هذه اولا، يقلب على السلطه اخرى من جديد، وثانيا انه يجي مع السرايا هذا، عندك كتيبه فاروق مازال ما جت، وعندك ثلاث كتائب اخرى اخوي احمد في مسرات عند توا ما علمناش على اساميهم. في بعض المعلومات نحن من طرابلس وفي جماعه يعني نعرفوهم يتكلموا معنا، ان في ثلاث كتائب مسرات هذه مش معروفه حتى توجهها سياسيا، شن توجهها؟ من دواعش، من 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 اهل مصراته نفسهم، من كتيبه سلفيه جوا، انهم مانيش عارف هم وين طريقهم هذه ماشيه. وشن علاقتهم؟ شن علاقه هذه الكتائب؟ الله اعلم.
شن علاقة يعني شن علاقة الكتائب بموضوع الحلقة؟ أنت الكتائب يا أخوي أحمد هذي وين مشيت؟ اللي طلعت من المصرات وين مشيت؟ مشيت طرابلس يأمن الغادي جيات يدعم في 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 في, 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 في الكتائب والميليشيات موجودة في المصراتة. الشركسي هذا عندك في مصر يدفع بالغاز منين الشركسي هذا؟ الشركسي هذا من المصراتة. يمكن في تصرف لازم أنه في دعم أخرى، في هجوم ثاني أخرى. نكبش الجيش يتلقى في ضربات ويقبل بحث، نكبش يسد في الهجوم بس ضروري يهجم حتى هو. طيب. الجيش وعنده معلومات. شكرا. هذا شان عسكري والجيش لابد له كل المعلومات اللي تفضلت بها. شكرا لك عبد السلام. وانتقل الى محمد من طبرق. محمد، الان تلقت تلك الميليشيات ضربة موجعة من القوات المسلحة، الصمت الدولي حيال هذا الهجوم الميليشياوي كيف يفسر؟ أولا السلام عليكم يا أخوي أحمد. عليكم السلام. أول شيء الصمت الدولي لأن الموضوع كله أصلا تدير فيه منظمات ودول تسعى لتقسيم ليبيا ومصلحتها في أن يكون الوضع على ما هو عليه. نعم. لو سمحت لي يا أخوي أحمد أطلب منكم من إدارة القناة أعطائي فرصة لتكلم عن موضوع مهم جدا جدا في مصلحة الوطن، وعدك وعد القناة أن هذا الموضوع سيكون سبقا صحفيا للقناة، وفيه موعظة لكل الشعب الليبي، وفيه درسا لكل من خان وتآمر ضد هذا الوطن. نعم محمد، تفضل محمد. محمد يا أخوي أحمد، أنا الفترة اللي فاتت تلاقيت مع شاب يعاني من مرض ويحتاج ثلاث عمليات في أحد الدور المتقدمة، وقال لي أنا الفترة الأولى مشيت حاولت أني نصل للقيادة بيش يعطوني فرصة أني نوصل للشعب كيفية الوطنية وأن الوطنية حاجة تمشي في الدم. قلت له باهي أنت راجل مشيت ماشي عشان تدي علاج؟ قال لي لا قال لي ما نبيش علاج توا، لأني توا لي 25 سنة وأنا نعاني في المرض وقادر نتحمل بس الوطن. واضح ان قصتك، حنحولك للزملاء على كل حال محمد، ممكن حيسمعوك وحنهتموا بهذا الموضوع على كل حال. شكرا لك. وانتقل الى احمد من طرابلس. احمد، الان الجيش الليبي يسيطر على الموانئ النفطيه، والان المجلس الرئاسي وضع موضع يعني في مأزق الان سياسي دوليا وشعبيا خصوصا بدعم وزارته لهذا الهجوم الميليشياوي. الآن ما الموقف المطلوب سياسيا من الداخل ومن الخارج لداعمي هذا المجلس الذي دعم وما زال يدعم هذه الميليشيات؟ السلام عليكم أخ أحمد. عليكم السلام، أهلا بك. نهني الجيش بالانتصارات طبعا في الجنوب وفي الشرق وفي الجفرة، وعندي ملاحظة معليش أخوي أحمد بنقولها نحسيت الملاحظات يعني. طبعا نبي نوجد الشعب الليبي والمنطقه الشرقيه اللي حاكم في المنطقه الغربيه هو السفير البريطاني، هو اللي يعطي في الاوامر للسراج وللكبير وللبرغتي ولكوبلر. يشد في الكبير من وده يا اخوي احمد، السفير البريطاني يشد في الكبير هذا نتاع مصرف ليبيا مركزي يشد فيه من ودنا. وكان في لقاء قبل الهجوم. أيوة. كان في لقاء قبل الهجوم بوزير الدفاع في حكومه الوفاق غير الدستوريه المرفوضه، كان لقاء بين البرغثي وبين السفير البريطاني قبل الهجوم بساعات. اللقاء هذا اللي كان في هذا كان مع الملحق مش مع السفير، السفير قاعد في طرابلس هو اللي يعطي في الاوامر. طيب هو الملحق هو السفير، والمهم كان في لقاء بين وزارة الدفاع هذا وفق مصادر من الحدث. اذا هذا الهجوم الميليشياوي كان مدعوم دوليا، الان ما المطلوب من الداخل الليبي، مجلس النواب، الموقف الشعبي، الموقف الرسمي، ما المطلوب تجاه هذا الدعم الميليشياوي لحقول نفط تهم كل الليبيين وهو يقود كل الليبيين؟ يعني بماذا تطالب مجلس النواب؟ يعني مع القوات المسلحة، مع البرلمان،
مع الشرعيه. تسمع فيها استاذ احمد؟ في الاستماع، في الاستماع يا احمد تفضل. معلش معلش استاذ احمد، نبي نقول لك على هذا اللي هو داعش. داعش موجود في الجفره، وموجود في طرابلس، وموجود في الزاويه، وموجود في الخمس، وموجود في الملاتة، وموجود في صبراتة. استاذ احمد انا عندي طلب، طلبته منك مرتين قبل، واللي هذه المره الثالثه، نبوا مستشفى خاص لقوات المسلحه للجرحى، ويا ريت نبوا طاقم طبي من الاردن او من روسيا للجرحى. انا كل ما نسمع فيه جرحى انا نتعب نفسيا. طيب موجود، موجود مستشفى، موجود مستشفى ميداني في شرق ليبيا في منطقة غرنادا خاص بقوات الجيش، وهناك اهتمام من الجهات المختصة بجرح الجيش، وهناك أيضا مستشفى أعتقد بأن هناك مشاريع أخرى للجيش الليبي وتشرع القيادة العامة بتنفيذها. على كل حال هي منظومة متكاملة، لابد بتواجد كل المتطلبات القوات المسلحة في داخل ليبيا، لأنها حرب تقدم فيها الكثير من أرواح وجرحى. المنتصر من السدرة، المنتصر، المنتصر من السدرة، أهلا بك. طيب عبد العزيز من طرابلس. ألو. عليكم السلام عبد العزيز، أهلا بك. أخوي أحمد. أهلا بك، كيف تعلق على الهجوم الأمس، وما هي التداعيات أو نتائج هذا الهجوم على جميع الأصعدة؟ هذه ميليشيات، هذه تتحرك، ترهونة ترهونة بن وليد، لازم تسكر، لازم تسحب بن وليد، لازم تسكر بن وليد، ولازم تسحب ترهونة والشفانة المنطقة الغربية، لازم تسحب على فقط. أعطوني الصوت في السماعة شباب، لتحرير طرابلس، لتسكير الطرق، لتسكير الميليشيات. نعم عبد العزيز. ألو. نعم في الاستماع. لازم يا أخي تطلع والشفانة، لازم تطلع والشفانة، لازيزية كلها تطلع، ترهونة بن وليد، لازم تسكر الطرق على 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 الميليشيات. لازم الجيش يتحرك المنطقة الغربية نهاية طرابلس لتسكير الطرق، لتسكير المواني، لتسكير المطارات. خوي احمد. نعم، الخروج، الخروج، وما هي المطالب؟ انت تطالب بخروج. المطالب، المطالب لازم، المطالب كيف المطالب؟ المطالب لتدمير هؤلاء الميليشيات الخونة. نعم. طيب هذا اخوي احمد، هذا اخوي احمد، تحرك الجيش، يتحرك الجيش، وكل الجيش اللي قاعد راقد يتحرك ويتسلح الجيش. اي جيش اللي قاعد راقد؟ الجيش، الجيش قدم الجيش، قدم انتصارات الجيش يوم امس. العسكريين قاعدين مش مسلحين في المنطقه الغربيه، مش مسلحين. انت تقصد، طيب يعني هي ممكن غرفة العمليات موجودة هناك في المنطقة الغربية، وممكن تنتظر الأوامر من القيادة، وهذا شأن عسكري بحت. يعني الآن شاهدنا هذه الأرتال، هي صور حصرية لقناة ليبيا الحدث، كنا متواجدين هناك هذا يوم أمس بعد الهجوم الميليشياوي، وهذه طلعات السلاح الجو لضرب الأوكار التطرف والميليشيات، وهذه صورة أخرى للبرغثي وهو يقف أمام إحدى جثث أحد القادة اسمه أبو عين على ما أعتقد. هذه مظاهرة في الجفرة ردا وإدانة على اتخاذ الميليشيات قاعدة الجفرة لها. إذن تطور وتداعيات للمشهد بشكل عام، واستقبل فاطمة. فاطمة من بنغازي. أيوة مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، أهلا بك فاطمة. الآن خسرت تلك الميليشيات هذا الهجوم، هل سيكون هناك هجوم مجدد أم انتهى الأمر بضربهم بتلك الضربات التي قامت بها القوات المسلحة؟ أيوة الساحة يا أستاذ، هذه خطوة مباركة بصراحة من الجيش، هذه خطوة مباركة من الجيش، يعني بصراحة خطوة نشكر الجيش فيها لأنه قدم الخطوات هذينا، بس عليه رب طرابلس ما يتحركوا يعني مع الجيش، الجيش يبي من يساند من الجماهير يطلع حتى على الأقل يأيدوا الجيش ويطلبوا بالجيش والشرطة، بس حتى الجيش يمده. وبعدين على عديلة صالح أن يلعبها لعبة سياسية أكثر، الجيش يضرب، لكن لازم من دور السياسة، لازم من دور السياسة في الخارج برا عشان يثبتوا دور الجيش، لأن الجيش يبي من يساند، هل يضرب على طول بالدقية؟ وبعدين هذول بصراحة للأسف جدا انهم ليبيين، حاجه كارثه في التاريخ، كانوا هم ليبيين اصليين ولا هم غير واخذين الرقم الوطني، بس هذوما ليبيين اللي شكلي تطلع على التلفزيون، مستحيل يا سيد، حاول منهم البرغثي والبقي، هل هم ليبيين؟ شو الهدف بالضبط؟ يعني ليبيا مش ناقصها،
البترول البترول حرر الجيش وسلم المصطفى الصنعاني على مصطفى الصنعاني انه يطلع يخاطب العالم باللغه الانجليزيه يقول لهم البترول سلم الجيش لشركه معترف بها في العالم. خرج صنع الله خرج ببيانات فاطمه وقال بان الجيش وحتى نفى حتى وجود مرتزقه، هم قالوا بان هناك مرتزقه وعدل مساواه موجودين باللغه الانجليزيه ويخاطب العالم، لان مصطفى الصنعاني له دور كبير في النفط، لانه كان ما تكلمش هو الوحيد اللي يدافع عليهم على الجيش. الجيش طيب هذا الانتصار الثاني فاطمه يرفع ويقول ان البترول متحرر ومسلم للشركه محترف بها دوليا، المفروض يطلع ويخطب الكلام هذا باللغه الانجليزيه والعربيه ويوضح للعالم، وعلي عديلة صالح اللي يلعب دور، هذه نقطة مهمة. الجيش حرر بنغازي وصلاح دينا عند الزغرة، هذه خطوة مباركة من الجيش والحمد لله، معناها في تقدم الجيش، لكن على طرابلس التحرك، على الجنوب التحركوا، مش معقول على الجيش بس، الجيش مسكين حتى الدعم الحوثي حصل فيه تعبوا فيه، خليفة حفتر كيف يغيب برا وشرب من أجل أن يحرر ريدة، على الأخوة السياسيين يتحركوا بصراحة لهم دور، السياسيين لهم دور في ليبيا المفروض يتحركوا مع الجيش لحتى يثبت الوجود أنه تحرر البترول. عليهم ان يخطبوا في الاداءات، يطلعوا في الاداءات يحرروا، صراحه لهم دور كبير، مفروض يطلع الجيش طلع وحرر، ما فيش مانع، لكن على الشعب طرابلس ان يتحرك، الشعب طرابلس على انه فعلا تطلع رضوهم ويطلعوا وحده اخرى، شن يبدل برا في من ليبيا، برا في مش ليبيا، لا اله الا الله، وين قبيلتك يا اخي؟ وين القبيله بتاعت تمسكه؟ والله بعدين يحبسوهم رفعوا قبيلتها، رفعوا الغطاء الاجتماعي عنها فاطمه. هو كان هناك تجمع للقبائل وبيانات واضحة حول هذه التحركات، وحتى هذا بيان آخر من القبائل منطقة الجفرة رافضين حتى لوجودهم، وممكن حتى نشهدوا حتى طرد لتلك الميليشيات عن قريب شعبيا أو حتى لا أعلم سياسيا عسكريا، ولكن كان البيان أهل ودان ومنطقة الجفرة كان بيانهم واضح وشديد اللهجة تجاه ما يحدث في منطقتهم، وهناك تحركات أيضا في تخوم تلك المنطقة لقوات الجيش جنوبا وأيضا على الصعيد على جميع الأصعدة في تلك المنطقة. بكر من البيضاء أهلا بك. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين بقناة ليبيا حدث. عليكم السلام. الآن تنصل الرئاسي من أحداث الجفرة أو أحداث الهلال النفطي، هناك صمت رئاسي وصمت حتى دولي، من وجهة نظرك وتبرؤ رئاسي، من وجهة نظرك لماذا تبرأ وتنصل الرئاسي من هذا الهجوم خصوصا وأنه مدعوم، وكيف نفسر الصمت الدولي حيال هذا الهجوم؟ في البداية سيد أحمد نحيي قناتكم المحترمة قناة ليبيا الحدث، ونحيي السادة المشاهدين، أيضا نحيي انتصارات الجيش الوطني بقيادة القيادة الحكيمة قيادة المشير خليفة حفتر. في هذا السياق سيد أحمد، التداعيات التي قالها السادة من المجلس ما يدعون بالمجلس الرئاسي. نعم في هذا السياق سيد احمد، الدعم الذي اتى من هذه القوات، قوات المفتي المعزول الصادق الغياني، هي دعم ايطالي من جهه المجلس الرئاسي، الذين اليوم صرحوا بانهم غير مسؤولين على هذا الاعتداءات القادمه من منطقه المنطقة الغربية. نعم. ونحيي السادة قبائل منطقة الجفرة على البيان الذي صدر منهم اليوم على الهجوم الإرهابي، ونسأل الله العلي القدير أن يؤمن ليبيا والبلاد والعباد من هذه المجموعات الإرهابية. طيب شكرا. وفي شاهد عيان راسلني الآن من منطقة الجفرة اسمه محمد، قال بأن ميليشيات إبراهيم الجذران قامت بالرماية العشوائية أمام فندق الهروج السياحي بطريق مستشفى العافية بالأسلحة الثقيلة بهون. هذا شاهد عيان رسلني حاليا من منطقة الجفرة، قال بأن الميليشيات الإرهابي إبراهيم الجذران قامت بالرماية العشوائية أمام فندق الهروج السياحي بطريق مستشفى العافية بالأسلحة الثقيلة، وهذا هذه ممكن تكون رسالة لأهلنا في الجفرة هناك،
بأنهم سيكون موجودون غصبا عن حتى بعد خروجكم بالبيان، نحن موجودين بأسلحتنا بميليشياتنا مدعومين من وزارة الدفاع وغيره الغير دستورية والمرفوضة، وهذه رسالة ممكن تكون، هذه رسالة صراحة وصلتني الآن بشكل عاجل من أحد الأخوة اللي تابعوا فينا من منطقة الجفرة، ونسأل السلامة لكل أهلنا هناك. واستقبل محمد من مصراتة. محمد أهلا بك. أهلا بك محمد، الآن ما المطلوب تجاه ما يحدث في الجفرة الآن؟ وهل تعتقد بأن هناك من يريد تصعيد ميليشياوي داخل الجفرة نفسها بعد الهزيمة التي لحقت بالميليشيات؟ والله أستاذ أحمد، بالنسبة لموضوع الجفرة، موضوع الجفرة هذا ان الجيش الليبي نعتبر ان اخذها الجيش الليبي، وما فيش مكان اخذ الجيش الليبي ووخر فيه يعني. نعم. يعني منتهي خذاه يعني رسمي، ما حتى لو بيحاولوا محاولات يائسة يعني، حتى لو يديروا ما يديروا تو خلاص يعني. القوات الليبية القوات الجيش الليبي في منطقة جفرة، وحيسيطر على منطقة الجفرة، حيمتد إلى ما بعد الجفرة. يعني ممكن أنت تراقب حسب المشهد الآن، ممكن حيكون في تطور عسكري في منطقة الجفرة. أكيد. طيب السؤال، لماذا اختار الرئاسي وزارة الدفاع الجفرة تحديدا لانطلاق وتجمع هذه الميليشيات؟ لماذا الجفرة؟ لماذا قاعدة الجفرة؟ أنا نعتبر أن ألقى بكمشة مجرمين في هذه الصحراء لكي يكونوا كبش فداء لهذه المعركة اللي بتقوم توا، ولا هو يوهم فيه وهم انهم حينتصروا حيمشوا حيحققوا شيء على الارض، لكن عبث مش حيحققوا شيء، هم يتوهوا في الصحراء يموتوا يتقلهم القوات المسلحة. طيب شكرا محمد، وانتقل الى جمال. ممكن جمال معي ممكن تحصل منك على اجابه منطقيه حول الجفره، لماذا تم اختيار الجفره تحديدا جمال؟ مساء الخير استاذ احمد، اهلا بك. لجمع هذه الميليشيات، لماذا القاعده الجفره؟ والى طاقم المصاحب لك في قناه الحدث. نعم اهلا بك سيدي. طبعا الاختيار ما كانش من فراغ، الاختيار لجنة منطقة الجفرة تعتبر يعني قريبة من الحقول والموانئ النفطية حتى يسهل عملية التحركات متاعهم، ولكن هي من الغباء متاعهم أنها هي منطقة مفتوحة، وأي تحركات لهم ستكون مشهودة للعيان ويتم القضاء عليها كما ما صار في الهجوم الأخير الفاشل هذا. بالنسبة للمجلس الرئاسي اللي غير شرعي وغير معترف به، يعني هو معتمد على الدعم الدولي. طبعا لو إن صارت من العملية هذه حيطلع ويتبجح ويقول نبارك الخطوة هذه ويفتخر بها قدام العالم، وعلى أساس إنه بيجي يثبت رجله في أو قدمه في الوطن. ولكن بعد خسارة القوات المزعومة هذه اللي ما تسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي، وهم في يعني براءة منهم بنغازي، طلع بيان وقال نحن مش شهورنا، وبينما أن الوزير الدفاع اللي من ضمن الحكومة الوفاق الغير شرعية هذه أنه هو اللي متبني العملية هذه، وفي اجتماعات مع القادة كيف ما شفنا أمس في إذاعتك من وقرة الأسرى اللي مسكينهم، والاجتماعات اللي صار قبل الاجتماع ضم جذران واسماعيل الصلابي وشك ومش عارف من القادة حتى من نجدابية والهاربين عبر الزوارق من قنفودة. يا سيدي احمد هذوم كلهم خريجين سجون ويحاولوا ان يكون، والعدولي ايضا، العدولي وغيره، يعني العدولي موجود في طرابلس في الحكومه اللي قلنا هم خروزين سجون وما يبوش الدوله تقيم حتى لا يحاسبوا على ما فعلوا عليه. الشيء الثاني اللي بنوع عنه، مفروض يعني حكومه الثانيه، الحكومه المؤقته التابعه للبرلمان، مفروض تتحرك سياسيا حاليا. هي اللي معترف بها
يعني هي منبثقة من البرلمان ومفروض عندها الشرعية والتحرك دوليا وتوري العالم ان نحن شنو ندير والجيش يدير. وحتى هذه الاعترافات فيه. هذه الاعترافات اللي احنا جبناها اليوم تقصد ان من المفترض ان يتم يعني دعمها وتسويقها او نشرها على الصعيد الدولي. اكيد. وهذه دور من استاذ احمد؟ دور الاعلام الخارجي. هيئه الاعلام الخارجي مفروض تكون الشيء هذا تاخذه وتوثقه وتوريه للعالم برا. طيب السؤال المنطقي، ما الذي جمع هذه الميليشيات؟ هي ميليشيات كلها يعني الغريب انها تجمعها الصدفه، يعني وزير دفاع كان معروف موقفه وتغير، او ممكن كان هو نفس الموقف ولكن كان ما نش عارف كيف كان موجود داخل البنغازي وبعدها تغير الموقف اصبح في طرابلس وشفنا كيف موقفه الان. سرايا الدفاع مدعومة من المفتي، أنصار شريعة هاربين من جدابية، ميليشيات أخرى هاربة من بنغازي إرهابيين، ما الذي جمع هذا الكوكتيل الميليشياوي؟ يا سيدي، اللي جمعهم المال والسلطة. هم يتمنون أن يكونوا على رأس السلطة في ليبيا. أسمعني بس من سمع التليفون جمال. أنا صمت فيك من لأن في صوت بس التلفزيون جنبك، ناخذ منك إجابة حتى أنتقل إلى شك. قلت لك اللي جمع هذوما كلهم اللي هو السلطة، يعني طمعهم في أن يكونوا فيه على رأس الحكم، وكذلك المال الأموال اللي سنزفوها من الليبيين وهربوها للخارج على أساس أن يكونوا يعني في الأخير بكل هذوما مجرمين ومرتزقة، يحاولوا أن يعوضوا الشيء اللي خسروه في السابق ويظهروا بصورة يعني يتمكنهم من السيطرة على مفاصل الدولة. ولكن هذا يعني بعيد عنهم، وبإذن الله طالما أن الجيش الليبي موجود على الأرض لم يمكنهم من هذه المطامع اللي يرغبون فيها. طيب. وشكرا يا سيد أحمد. شكرا. وتحياتي لك وإن شاء الله موفقين. طيب شكرا جمال، وانتقل سريعا إلى الكفرة، استقبل شاكر. شاكر، هل يسعى الرئاسي الى ادخال منطقه الهلال النفطي، خصوصا ان هذا الهجوم الثاني على منطقه الهلال النفطي، هل يسعى الرئاسي الى ادخال تلك المنطقه الاستراتيجيه الى موقع حرب او مكان حرب من وجهه نظرك ام لا؟ بهذا الهجوم الثاني هل يسعى الى تدمير منطقه الهلال النفطي، العبث فيها، العبث في اقتصاد الليبيين؟ ما في عصابات، هذول قلنا لك من زمان عصابات. هذا وزير البرغش، هذا وزير دفاع بتاع مجرمين. عرفت يا سيد احمد؟ هذا وزير دفاع بتاع مجرمين. نعم. وزير دفاع بتاع مجرمين، هو المجرم هذا. طيب في الاستماع شاكر. شاكر. طيب انتقل الى زلطن عمار. السلام عليكم. عليكم السلام عمار، كيف راقبت التطور العسكري في منطقه الهلال النفطي وايضا منطقه الجفره؟ تحيه للجيش العربي الليبي بالانتصارات اللي حققها على الميليشيات المفتي. نعم. وفي نفس الوقت يا اخي الكريم نحب نشكر الله، احنا ممكن حكومه الوفاق هذه عسى تكون شيء خير لكم، ولكن حكومه الوفاق هذه على الاقل عرضت ان المهدي، هذا المهدي فقط وليس المهدي البرق، ولا يمثل قبيلة البرق والشرفاء الذين قدموا الالاف من الشهداء مع الوطن. طيب وهل اتضح موقف الرئاسي الان تجاه الوطن؟ هل هذا الرئاسي يسعى لاستقرار ليبيا؟ هل هذا الرئاسي يسعى لان يتحقق السلم والاستقرار وان يتعافى الاقتصاد الليبي بدعمه هذه الميليشيات الغازيه لمنطقه الهلال النفطي؟ يعلم كل الليبيين بان منطقه الهلال النفطي لن تصدر النفط الليبي حتى يتعافى الاقتصاد. يا اخي الكريم، هو لازم نرجع هني لمفهوم المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي هذا مجموعه من التجار الذين لا يملكون وطنيه ولا يملكون لا حياه ولا دين، مجرد بجناسه يبوا يخنبوا ويبوا يسرقوا فقط، مقاولين في وطنهم وهم ليسوا بالوطنيه. عليهم ان يذهبوا، حتى عندما ترى القاعده اللي في بوسته، عندما تذهب من 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 جنب القاعده في بوسته تراها كانها سكنه عسكريه، وهم الداخل كانها المنطقه الخضراء في العراق، لا 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 يقدرون الخروج. شفنا امس فضيحه البنت الذي فعلوا بها جماعه الاخوان والمقاتله في طرابلس. هؤلاء مجموعة من الحجالة، مفروض على الفيديو بتاع البنت مفروض يستقيلوا قدم استقالاتهم لو عندهم وطنية، ولكن هم تجار فقط.
على على مثل تبيهم حتى فتح مجبري الذي هن الجيش بتقلولة، ولكن هو من تبيه الجذرات لأنهم تجار وتجار طوب وتجار دم. ولكن بإذن الله بإذن الله بإذن الله الجيش الليبي منتصر والشعب كله مع الجيش الليبي، وإن شاء الله منتصرين على هؤلاء العتالة الأخوان والمقاتل. طيب شكرا عمار من زلطن، رسالة تحياتي يقول للجيش الليبي. الصابر يقول الجيش الوطني سينتصر ويحرر جفرة وطرابلس وكل المدن الليبية لأن كل الشعب الليبي مع الجيش وسينتصر، وتتلاشى هذه الميليشيات الإجرامية والإرهابية وتنتهي حكومتهم التي أتت من وراء البحار. سليمان من جدابية، سليمان أرحب بك في أراء. الآن الميليشيات في طرابلس تعبث بأمن طرابلس مدعومة من الرئاسي، ميليشيات أخرى موجودة في الجفرة وغزت الهلال النفطي ورجعت مهزومة، الآن ما المطلوب حيال هذا الملف الميليشياوي؟ وهل أصبح الرئاسي تحديدا هو الداعم السياسي أو الغطاء السياسي لهذه الميليشيات؟ السلام عليكم، نحييك أستاذ أحمد ونحيي الأخوة المشاهدين والمستمعين. طبعا استاذ احمد انا قبل ان نجاوبك على سؤالك، يعني انت قبل شويه سالت واحد من الاخوه وقلت له، يعني سالت واحد من الاخوه وقلت له يعني هضم شو اللي جمعها من الميليشيات. طبعا هضم الميليشيات يا استاذ احمد جمعهم الخيانه قبل كل شيء، قبل المال هضم جاري في عروقهم وفي دمهم خيانه الوطن، خيانه الوطن قبل كل شيء، هذا اللي جمعهم. اما بالنسبه لملف الميليشيات اللي في طرابلس او الميليشيات اللي موجوده في الجفره، طبعا هذوما احنا نقول لهم يعني خلاص يعني تو ليت زي ما يقول النصارى. فالعمليه خلاص اصبح الجيش باذن الله، الجيش الليبي باذن الله تعالى جيشنا منتصر سواء في الجفره ونشوفه في الانتصارات اللي حقوا فين ابطال جيشنا في سواء في الشاطي سواء في الجفره في وطرابلس. الان يعني طرابلس على وشك يعني اننا نطمن اهلنا في كافه ربوع ليبيا، يعني ان طرابلس باذن الله تعالى على وشك خلاص، يعني ما الناس ما عادش تقدر تتحمل اكثر من هيك يا استاذ احمد، فهمتوا؟ فنحن الحمد لله هم خليهم، انا اخوتنا في طرابلس في المنطقه الغربيه نقول لهم خذوا العبره من بنغازي من المنطقه الشرقيه اللي الان بقياده القياده العامه للجيش الليبي، فهم يشوفوا في الوضع، يعني الحمد لله الامن والامان والرخاء واليوم وكل يوم احسن من يوم البلاد. فبالنسبه لنا اللي نحب ناكد لك عليه، وقبل لا ننسى يا استاذ احمد ترحم علي شهدائنا شهداء جيشنا الابطال، ونحيي الجيش الليبي اللي الان قاعد يسقط في ملاحم البطوله والفداء، واهل الشرق واهل الجنوب كلهم يعني واهل الغرب يقدموا في ابنائهم على مذابح الوطن، يعني من اجل ان تعيد تعم ليبيا بالامان وبالخير، فهمت؟ فان شاء الله هذا بالنسبه للملف الميليشياوي. نقول لك الحل هو الحل اللي اسلفت قبل شويه وقلت لك، يعني الحل موجود ان شاء الله باذن الله في الجيش، يعني في يد الجيش، ولكن للامانه التاريخيه حتى يكون المواطن على علم بكل حيثيات الامور. الان هل يتهم الرئاسي بانه هو اصبح الغطاء السياسي لهذه الميليشيات اللي تنتمي الى عده يعني تيارات فكريه، منها القاعده، منها داعش، منها الهاربين من انصار الشريعه في بنغازي وجدابيه وغيرهم، هل يتهم الرئاسي الان هو من يوفر لهم الغطاء السياسي؟ نعم يا استاذ احمد، هو ما في شك في الكلام هذا كله، انا نزيد ناكد على كلامك. هذول كلهم ينهل هالميليشيات اللي ذكرتهم قبل شويه بمختلف مسمياتهم، هذول ينهلوا من منهل واحد، هذول كلهم في النهايه بكر هذا يقول لي انها انصار شريعه وهذا قاعده. طيب هم يرجعوا لنفس البير، يشربوا من بير واحد، ينهلوا من منهل واحد. طيب شكرا، اكتفي بهذا القدر. شكرا سليمان، وانتقل سريعا الى ورده من بنينه. كيف تعلقي ورده على ما حدث يوم امس من انتصارات الجيش الليبي وتكبد هذه الميليشيات الهزيمة؟ وردة من بنينة. ألو، أهلا بك. ألو، مرحبا سيد أحمد، كيف حالك؟ أهلا بك، تفضلي يا وردة. أكيد انتصارات الجيش هذه الحاجات يقهرنهم في وسط عمارهم، هذوما ناس مجرمين، ناس لهم أخلاقيات ولهم دين، كيف هذوما يعني السرد من معكم هذوما كيف يوحي لهم نفسهم يدمروا في البلاد ويقتلوا في الناس وهالتفجيرات وهالني وكيف يبي يقعدوا مع الناس اللي مقهوره، هذا كيف الخطر طبيعي؟ وبعدين المهدي البرغفي حشاهم البراخطه المسقمين، حشاهم البراخطه المسقمين، اقسم لك بالله البراخطه احسن قبيله، احسن
طويلة تحن وتروف على الناس ولا عندهم أذية الناس. تعيب ما في البرغة يطلع من أحسن طويلة يرد الناس يرد الناس ضبخوطة وناسة. نعم. شو يريد فيهم غادي المجرمين؟ شو اللي يريد فيها المجرمين غادي؟ طيب شكرا وردة. نعم. شكرا وردة من بنين. أيضا شهيبي من تاكنس يقول لن يكرروا هذا الهجوم مرة أخرى لأنهم وجدوا رجال صدقوا مع عهد الله عليه. و89 يقول الهجوم على الحقول النفطية التي تعتبر مصدر قوت الليبيين الوحيد هو إثبات للخارج أكثر من الداخل من أن حكومة الوصاية بأنهم يسيطرون على زمام الأمور في ليبيا وهم لا يستطيعون الخروج حتى مربع واحد. للأسف هم فاشلون سياسيا وأغبياء. رسالة من أسرار الكون يقول الواقع أن الميليشيات الإرهابية تريد الحصول على الموانئ النفطية من أجل حلم الآن يتحقق بحسب رأي. ناجي بوخمادة يقول العباء الأول على الله ثم على جيشنا البطل وبقيادة المشير حفتر والشكر لكتيبة 141 مشاه بقيادة العميد عبدالله المغربي والقائد الميداني زياد بوخمادة لحماية مدينة البريقة وضواحيها. إذن نكتفي بهذا القدر مشاهدينا من مشاركتكم واتصالاتكم. نستقبل آراءكم في الجديد وملفات أخرى للنقاش. هذا أحمد المدني يحييكم. إلى اللقاء.